السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. وصفتنا لليوم هي البغرير. البغرير كما تعرفوا هي وصفة جزائرية مغاربية، يعني يديروها كامل المغرب العربي. وصفة تقليدية كما تعرفوا، محبوبة طبعا لدى الجميع. إذا اليوم عندي لكم وصفة تاع البغرير، تجي ناجحة جدا وتجي متقبة بزاف وكشهدة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم انتم تاني وتنجحوا فيها انتم تاني ان شاء الله. لتحضير البغرير نحتاج الى المقادير التالية: سميد رقيق، فوالا كما راكم تشوفوا رقيق بزاف، مقدار كاس او 150 غرام، 110 غرام تاع فارينة، يعني تاني تقريبا كاس، 500 مللتر ماء دافي يعني نص لتر، 10 غرام خميرة كيميائية يعني باكي واحد خميرة كيميائية لا ليفيغ شيميك، مغرف صغيرة تاع ملح، 17 غرام مقدار مغرف كبيرة تاع سكر، سكر عادي، 10 غرام خميرة الخبز أو مقدار تاني مغرف كبيرة. إذا بسم الله نبدأ مباشرة في طريقة التحضير. سلادي تاعنا راح نفرغه السميد الرقيق، والفارينة، خميرة الكيميائية، الملح، السكر، والخميرة الخبز. إذا نخلطوا هادو شوية هكا مع بعض. هكذا فقط غير شويه ونبداو نفرغوا بشويه الماء دافي تاعنا. الماء طبعا لازم يكون دافي. والخطأ يعني نفرغوا شويه هكذا ونخلطوا. نفرغ كامل الكمية. يعني في هذه المرحلة كي تبداو يعني غير تبداو تخلطوا راح تشوفوا فقاعات كما راكم تشوفوا. هاد الفقاعات هما اللي يدلكم يعني بأن البغرير راح ينجح لكم إن شاء الله. نقربوا الفوي ونبداو نخلطوا بالميكسر تاعنا. نخلطوا شوية هكذا. الآن راح نغطوه بالفيلم أليمونتير، غطاء بلاستيكي شفاف هكذا. نزيده وحده من فوق هكذا على الجهه الاخرى هكذا. نغطوها مليح ونخلوه لمده، خلوه يخمر لنا لمده فقط 10 دقائق. راح نحلو على البغرير تاعنا، راح خمر شويه كما راكم تشوفوا. ها
هكذا راكم تشوفوها راه خمر، خلطوه يعني هكذا شويه. راكم تشوفوا كميه الفقاعات اللي فيه، هذه كامله يعني توريكم ان شاء الله باللي راح الدغري تاعكم راح ينجح وراح يتقب كيما هاك. هكذا خلاص الان راح نبدا ونطيب. اذا نديروا المقله تاعنا فوق نار متوسطه ونديروا يعني من الافضل نديروا مقله اللي ما تلصقناش، يعني هذا ضروري جدا يعني باش ما تلصقناش العجين في المقله، ويعني راح البغرير يتخسر لنا وما راحش كاع نقدروا نرفدوه. اذا من الافضل نديروا يعني مقله تكون جديده ولا تكون يعني ما تلصقش. كي نحسوها حمات لنا مليح اذا نبداو بلالوش نفرغوا في الخليط، وهكذا كما راكم تشوفوا راه بدا يتقب لنا، يعني مباشره غير تحطوه فوق المقله يبدا يتقب هكذا كما راكم تشوفوا. ويتقبلنا كما راكم تشوفوا في يعني في كاع النواحي في الحواشي وفي الوسط، يعني ماشي غير في الوسط، يعني كل جوانب راهم متقبين. تقدروا تشوفوا في الكاميرا حتى ان يعني ثقبه واحده تكون كبيره وتشوفوا الداخل فيها يعني تقابي صغار. هكذا راح نسي او نجرب نقرب لكم شويه باش تشوفوها مليح هكذا فوالا. اذا نخلوه فوق نار متوسطه يطيب لنا على راحته ومن بعد نقلوه. طبعا نشوفوه من التحت هكذا خضره لا خضره، يعني نشوفوه من التحت اذا ده طايب او لا هكذا ونحطوها هنا في الصحن تاعنا. ونكملوا الكميه تاعنا او الخليط تاعنا كامل. يعني حتى الصوت مش عارف اذا راكم تسمعوا سمعوه، يعني هكا يتقب بالخف يدير واحد الحس خفيف. هكذا الوصفة تجي خفيفة بزاف ورائعة المذاق، مام يعني في الماكلة خفيف وكاع ما راحش تشبعوا منه. خلاص هكذا ونرفدها نحطها مع الزجاجة. اذا هكذا رانا كملنا جميع البغرير تاعنا كما راكم تشوفوا، نقلوه كامل في المقله ونكملوا راكم تشوفوا النتيجه. هذه هي يعني تقبلنا غايه كما راكم تشوفوا. غادي نقرب لكم وحده هكذا هكذا يجي متقب يعني في كل النواحي، تقب بزاف وكي الشهده هكذا، ويجي خفيف ورائع المذاق فوالا، يجي خفيف بزاف وبنين بزاف. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم وصفه نتوما ثاني وتنجحوا فيها ان شاء الله. هذه هي وصفه البغرير اللي درناها اليوم، وهذه هي الكميه اللي عطاتني انا. راني دارت لي 8 حبات لاني راني كبرت يعني الحبه تاع البغرير تاعي، لكن نتوما اذا صغرتوها قادرين يعني تخرج لكم اكثر من 8 حبات.
هذه هي. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وتجربوها نتوما ثاني. كالعاده نقول لكم المقادير الوصفه راهم تحت الفيديو في لا ديسكريبسيون باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. ما تنساوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.